يمكن ربع ساعة، ربع ساعة، ثلث ساعة بالطريق، كان يقول هذا بيت الملا عمر ولا بيت طين، طين مثل بيوت أول مال الكويت القديمة كلش. هذا في قندهار، في قندهار. دخلنا من بوابة، حذرنا من السيارة، دخلنا المبنى الطيني هذا، وأشوف واحد على القط داخل الصالة هاي اللي بنقعد فيها قاعد يعدل يعدل المساند في المقعد هذا، كنا دوانية يعني، ولا هذا ملا عمر اللي قاعد يعدل المساند. هو وقته كان صغير بالعمر، حيل صغير يعني الثلاثينات يعني، بس شنو جسم، شنو طول، شنو قوة، شنو هذا. هو طبعا أصيب برصاصة بعيونه، فكان على قولتنا كريم عين يعني، يعني يعني عين ما يشوف منها، يشوف بعين واحدة وبس، لابس نظارة تغطي عيونه يعني. فسلمنا عليه ورحب فينا، اللي ترجم طبعا من الباشتون لأنه هو ما يتكلم لا انجليزي ولا عربي ولا هذا ملا عمر. قلت له احنا، قلت له على الموضوع، فكرة المركز، فكرة المركز في بشاور. قال بالعكس هذا شيء ممتاز وشيء هذا وشيء، هذا من عمل البر، يقول البر، استعمل كلمة بر يعني، وقال هذا يوفر علينا مشاكل وايد. استريحوا وقعدنا، والله ضيفنا ما قصر يعني، وقعدنا نتكلم على الأحوال. قال لها كل الأمور إن شاء الله يعني، إن شاء الله تبشر بخير، والشيعين هذيلا يعني راح نمسحهم مسح يعني، استعمل الكلمة هذه مسح. أنا اللي يعجبني في هذول الصدق، ما عنده سياسة. فأنا أقول له ليش أنت قاعد بقندهار، ليش ما تروح كابول العاصمة، شوف شوف الصدق والنظافة يعني والطهارة يعني في التفكير. فقال لي أنا عبد الله أقعد في قندهار لأن ما أشوف إلا مسلمين في قندهار. كابول منطقة سياحية فيها أجانب، إنجليز، أمريكان، ألمان، وشنو هذا. أنا لو هناك كان كل من بيزورني بيسلم علي وبيصافحني وهذا من هالسياح، صح ولا لا؟ وأنا ما أقبل أصافحهم. قلت له ليش؟ قال سورة التوبة، إنما المشركون نجس، نجس. قلت بس ترى المفسرين ولا عمر اختلفوا في ال، قالوا بأن النجاسة في هذه الحالة نجاسة معنوية أكثر منها نجاسة مادية يعني. قالوا والله في تفسير آخر أنها أيضا نجاسة مادية. يعني هل استشعرت فيه أنه متشدد أكثر، ما يقبل الأفق السياسي؟ أنت تقول الحين هذا شو اللي استشعرته؟ استشعرت أن هذا عنده هيبة، عنده كاريزما، عنده نقاء، نقاء، صفاء، بيور تام يعني، يعني يعني كله يتخيل الصحابة ويتخيل المرحلة الخلافة الراشدة، بس ما عنده أفق. لاحظت أنه ماكو أفق. ولذلك لما أنا اقترحت عليهم موضوع المركز بشاور كان ضروري، ترى ضروري، لأن أنت طيب ايش كثر قعدت مع الملا عمر؟ صار والله قعدنا تقريبا يمكن ساعة ونص، ساعتين، يمكن ساعة ونص، ساعتين. صار بعدها وقمنا نتمشى عند مثل الحوش كبير كذي، هو نشيط وايد نشيط، حتى هو اقترح خلينا نقوم نمشي شوية لأن القعدة طولت عنده يعني نص ساعة وإحنا نحكي وهو قاعد. فيقول أنا متعود الصبح أقوم وامشي اتحرك، فلا خلنا نمشي. خلونا نمشي في الحوش ماله، حوش كبير يعني، حوش ترابي يعني، وكل الاكاذيب اللي كانت تشاع حوله كلها مو صحيحه، انه عايش في قصر وعايش في كله كذب بكذب، عايش في